board and the camera. It can be placed in any device. C'est une solution basée sur l'intelligence artificielle. هذه المسابقة تنقسم لجزئين، الجزء الأول خاص بلوتيك دونك تكنولوجيا، والجزء الثاني بقدرة الفريق على التسويق للمشروع تاعو. احنا تحصلنا على المرتبة الثانية في جزء التسويق وعلى المرتبة الأولى في جزء التك. المنظم من طرف منظمة ايم اكس للترويج الذكاء الاصطناعي في الجزائر. تحصلنا على المرتبة الأولى في ألجيريا ديسربت، وثاني المرتبة الثانية في مسابقة الذكاء الاصطناعي ايمكس. الفكرة تاعنا أنه نعاونوا العمال تاع البلدية ولا الخدامين تاع الطريق باش يديتكتيو الحفاري بصفة جيدة يعني، ويديروا إحصائيات عليهم. على هذه استعملنا تقنية الذكاء الاصطناعي. إيبوت سي لو روبو إيدوكاتيف سبيسياليزي بور أنفون هانديكابي إي نون هانديكابي. إيبوت عبارة عن أن جيد تقدر تقول اللي يعاون ويوجه تلميذ، وفي نفس الوقت يوجه الأستاذ أو لو بسيكولوج دون سارتان مانيير باش يكون وسيط بين لونفون اي تو لي انستركتور. دونك إيبوت واش يدير؟ راح il va corriger l'enfant, il va le guider, et en même temps donc on travaille sur le côté mesure du quotient d'intelligence chez l'enfant.